طيب دكتور مصطفى، دولة البيرو برضو يعني خرجت أخبار بأنه دولة البيرو اعتمدت على اللقاح الصيني وظهرت مضاعفات لمتعاطي هذه اللقاح، ما جعلهم يوقفوا أخذ هذه اللقاحات داخل الدولة، فكيف تابعت هذا الخبر؟ ما هي الحقيقة علاء الدين النوع اللي بنتكلم فيه اللي هو الشفافية العلمية؟ بمعنى إيه؟ إحنا عندنا اللقاح ده كان في مصر في شهر سبتمبر وأكتوبر الماضي، وقالوا ما نحقن به المتطوعين، طلبوا 6000 متطوع، كل اللي راح فقط 3000 متطوع، الناس كلها خافت تاخد الحقن. ماشي، من أيامها لليوم ماذا بخصوص هؤلاء ال 3000 مواطن مصري اللي خدوا هذا اللقاح داخل مصر؟ ما ينتبه حالتهم؟ ما هي أحوالهم؟ هم فين؟ أحوالهم إيه؟ لا احد يعلم شيء، نوع من التكتم تماما. ليه؟ لان اللي بيتابع التجارب الصينيه في مصر هي الشركه الاماراتيه اللي جابت اللقاح لمصر، هي شركه اسمها جي 42، تلك اسمها شركه الرعايه الصحيه الاماراتيه جي 42، وتلك الشركه جت مصر عملت التجارب ومشت بدون ما تعلن اي شيء للمصريين ايه اللي حصل للناس اللي خدوا اللقاح. يمكن في بيرو او في البرازيل في نوع من الشفافيه، اول ما حالات تعبت او حالات جالها مضاعفات خطيره اعلنوا تمام، اعلنوا عن الموضوع. فبالتالي هنا اللي عندنا في مصر بينقصنا غياب الشفافيه والتعتيم والتكتم والغموض، ده اللي عامل قلق. هو لو في نوع من الشفافيه عادي هنقول حصلت مشكله وحلناها، مش قضيه، لكن قضيه اين الحقيقه؟ هي المشكله كلها.